على هامش الدورة العادية للمجلس المدينة الدار البيضاء التي عقدت يوم 4 فبراير 2022 التقت أنفاس بريس بسي محمد الحدادي رئيس مقاطعة سيدي عثمان وأيضا النائب السابق لعمدة مدينة الدار البيضاء من أجل مناقشة أولا 100 يوم من سيره أو وجوده على رأس مقاطعة سيدي عثمان وأيضا نتائج وخلاصات اللقاءات التشاورية اللي كان دارها مؤخرا مع مجموعة من الجمعيات. سي محمد الحدادي مرحبا بك. مرحبا الأخ بوستا، مرحبا بكل متتبعين هذا البرنامج. سي محمد الحدادي، بداية يعني كقرار أخير قررتوا أنكم تعودوا تفتحوا الملاعب تاع القرب بعد القرار اللي اتخذتوا على الإغلاق ديالها، علاش عودة الفتح ديالها في هذا الوقت هذا؟ أولا كان الإغلاق ديالهم لأن كانت هناك عشوائية في التسيير، وكنا أحيانا نتهم المنتخب، غالبا يتهم المنتخب يتهموا بانه الملاعب خصها تكون بمجان بينما انا بماديا سلوكات بعض الاشخاص. حنا قررنا باش تغلق ريتما نلقاو تسير لها تسير محكم ما دام ان مجانيه الولوج الى هذه المرافق اصبح من الضروري جدا في احياء شعبيه كمقاطعه سيدي عثمان. المخرجات ديال الايام التشاوريه اللي كانت وذاك اللقاءات قبل ما نوصل ايام التشاوريه، البعض يعني اخذ عليكم انه تغلقتوا الملاعب في واحد الظرف فتره اللي هي صعيبه، هي فتره تاع الحجر الصحي والخروج من الحجر الصحي، وان كان الناس متعطشين بالعوده الى ملي درنا الاغلاق لان كان بترقع عشوائيه غادي، كنا في مشكل ورطه مع الناس، تيخلص هذا تيخلص هذا خذوا لي انا على كل حال، ولكن حنا خصنا نديروا حل لها التسيير. وحنا الدار البيضاء والمدن الكبرى كلها عندها مشاكل في تسيير هذه الملاعب الرياضيه ونوع ديال الملاعب ديال القرب، خصوصا انها القرار الجبائيه بالمجان، وبالتالي فاحنا اليوم تلقاو ان خصها تلقى واحد الاله اللي غادي تسير بهذه الملاعب، وخصها تكون واحد القرار اللي يكون قرار سليم من المكتب المسير والمجلس الرؤيه ديالو لهذه الملاعب كيفاش بغيت يكون، خصوصا انهم 28 الملاعب ديال مقاطعه سي عثمان ضيف الى الملاعب اللي هي في المبادره الوطنيه للمسير والجهه، هذه ملاعب كبيره وهي في اموال، يعني الا ما حضيناش وما غيرناش درنا هذا التسيير محكم فظنوا انه اليوم غادي يكون عندنا اشكاليه ديال التسيير. فعلا المواطن متضرر توقف التشاوريه قالوا لينا في المخرجات ديالها ملاعب القرب، لان ملاعب القرب ما دام اننا فتحنا الباب للجمعيات والمجتمع المدني حنا درنا شراكه مع الوداديات القديمه اللي عندها فوق 30 عام تقريبا في التسيير في الدوريات انها تسير معنا لمده 3 أو 4 شهور، ومن بعد حنا ديك الساعه ناقشوا التجربه، ان نجحات فحنا سنستمر فيها وسيكون شراكه حقيقيه رسميه مع الجمعيات لان هما اللي عندهم اختصاص في المجال. اليوم الاوان ان المنتخب يتخلص من داك الشيء اللي يمكن انه يمشي ليه، ما خصوش اللي بغى يلعب الكره يجي عند المنتخب باش يدق عليه في الدار اعطيني التيران نلعب فيها، ولا من حقوقه انه يمشي لواحد الاورغانيزم ديالو جمعيه في واحد الدار شباب ولا في شي حاجه بلاصه اللي تيعطيو الولد بكل سرعه. وقلنا حنا المجانيه الولوج العادي للملاعب الرياضيه ويكون هذا الشيء بالمستوى ديال الشباب اللي هو كله طموح كل حماس انه يدخل لك الملاعب القرب، وتعرف ان ملاعب القرب وما خلفتهم من مشاكل داخل مدينه الدار البيضاء. الملاعب القرب كما قلت ما خلفتهم من مشاكل على مستوى مدينه الدار البيضاء، تنستحضروا التجربه تاع عين الشوق، واش ما تتخافوش بانك تطيحوا في نفس المشكل في سيدي عثمان؟ شوف انا لا اتكلم على مشاكل، توافقات هناك سيدي عثمان تنديروا حنا داكشي كنديروا المكتب مسير مناقش بشكل كثير، ما غاديش نتكلم انا على ملاعب القرب ونقارن شي، هذيك تنتكلم على التجربه اللي خدناها الجديده بعد ما كانت قديمه 12 عام، اليوم الجديده ملاعب كبيره قرب كثيره، اليوم خصنا يكون توافق بيناتنا ونناقشوا المصلحه الاولى. النقطه الثانيه ان لكل منطقه لها خصوصياتها، كل منطقه لها خصوصيات، هذه ملاعب بغينا نديروا الثقافه ديال الشراكه مع المجتمع المدني، شراكه مع الجمعيات والوداديات ديال فرق الاحياء، شراكه مع الناس اللي عندهم هذا الاختصاص، ومازال غنطوروها في اطار التكوين والتخطيط وعدد ديال الامور داخل المقاطعة سيدي عثمان اللي من مخرجات كذلك التشاور العمومي ان نديروا تكوين الجمعيات الشراكه الحقيقيه والمواكبه ديالهم في اطار هذه السنوات المقبله. لقاء التشاور درتوها مع الجمعيات، البعض قال بان من اجل تحسين الصوره، البعض الاخر استحسن التجربه، يعني اشنو هي الخلاصات؟ المهم شنو الخلاصات اللي خرجوا من الصوره؟ لا يكفيك انك تجيبوا 10,000 صوت في مقاطعه 12 عضو ممكن تشتكي في تحسين الصوره وحنا لا نسير في المجلس السابق، هذا سؤال اللي فيه شويه الغموض، لانك من تقول تحسين الصوره فتنظر انه اليوم الملاعب خصهم يتحلوا، التشاور خص يكون اولا، نحن لا نرضى ان يكون المجتمع المدني في واد والمنتخبين في واد اخر، ما يمكنش اليوم خصنا يكون عندنا تصور اشراك
والتشاور مع الجمعيات ما نخليهمش برا. وهذا الجمعيه بغينا او كرهنا حتى الانصات العمومي راه خولوا الدستور، ما يمكنش نخليهم لانني انا اخذ القرار الان، انا اخذ القرار اذا ناخذ انا اللي غندير كل شيء. ما يمكن شيء، ما يمكن شيء. وهذا ما نقول به دليل، ما يمكنش انني نقول لهم انا اللي عندي المعلم قوم دير بهم السياسه، السياسه السياسويه. كنظن انا خصني الان خصني نمشي للجامع الجمعوي، اما بغينا خصني تكون عندي انا وندير انا به السياسه وندير به الناس والجمعيات والعلاقات نعطي من بغيت. لا، اليوم يجب ان يحاكم الكل، المنتخب الجمعوي وكل مقصد يكون خصها تكون التشاور. كان مهم جدا، شنا اكثر من 20 ساعه ديال الحوار، جمعيات اكثر من 150 جمعيه اللي كان جات، اكثر من 200 ديال التدخلات تقريبا اللي كانت، وكانت كلها اساسيه. وافتخر ونعود وافتخر انني اتراس مقاطعتك ومقاطعه سمد باطرها وجمعويها، لان الورشه بخمس مرشد الهراويين سيدي عثمان مبروكه حسن ملال المريم كانت مستوى عالي، رغم الالم ديال الهراويين ورغم المشاكل اللي عندهم تكلموا بواحد النبض ديال المحبه للوطن، وما تكلمش على امور شخصيه اللي تاثرنا في الموضوع ديال التشاور العمومي اللي درنا حنا في مقاطعه سمان بشراكه مع منتدى المواطنه على راس السي عبد المسور اللي حضر كل الورشات. مشكورا انه كان حضر كل الورشات وحضر معنا مقرر الورشات هو الدكتور ابو احمد اسعد، اللي هما هادو ناس خارجين من المنتخبين حتى والتسير يكون ديالهم حتى يكون واحد النوع ديال الانسجام. اننا لستو المنتخب دائما خصو يكون هو الباترون هو اللي تيدير كل شيء، ولكن هناك جمعيات الا كانت رائده، حنا غير الجمعيات الفاسده حنا تما نتكلمها، ولكن الجمعيات لمستوى كبير والجمعيات بغات تاثر وبغات تفتح ايديها للمنتخبين فنحن معاها. كنت رئيس مقاطعه تاع سيدي عثمان في الولايه الاخيره، ما كنتيش رئيس، دابا رجعتي وليتي رئيس. اش الملفات اللي لقيتي اللي درتي انت وما خرجش للوجود مثلا؟ ملف الهرم بقى غامض صراحه، مع ان الميزانيه ضخمه ترصدات. لا ماشي هذيك، هذاك حنا اللي نفسناه هذاك الشيء، هذاك المشكل ما نكبروش ديال الميزانيه ديال العمران اللي سيراته 23 مليار. فتنظر ان التدبير هو اما هناك اجهزه لمراقبه هذا الملف، ولكن عدم التشاور، عدم اشراك المواطن، عدم اشراك صاحب الارض، عدم وضع واحد الدعنه ديال الدراسات خلات ان المشروع يعجز انه يكمل في الوقت ديالو ويعطي ذاك التاثير ديالو، لامباكت التاثير ديالو على الساكنه. هذاك اشكال، هذا من المشاكل اللي لقينا في هذا الجانب. هذا تنظر هذه اولوياتنا الان هي منطقة الهراويين كذلك، لانها ما تحط فيها حتى شي حاجه من البنيه التحتيه، تنتظروا التغيير. وكان ديك 12 عام فيها تغيير كبير، دخلنا الماء والضوء ودرنا بنيه تحتيه، درنا البصه صيبناه، حولنا الناس غنديروا البصه الثاني. على كل حال عدد الامور دارت، ولكن باقي عندنا بزاف الحوايج خصها تدار. الهراويين هي خصها الدوله والحكومه والجامعه والمجالس الترابيه تعطيها اهتمام كبير باش نحلوا نوعا من المشاكل ديالها. قلتي الحكومه، انت جانب انك رئيس مقاطعه برلماني في صفوف حزب التجمع الوطني الحرار، حزب التجمع الوطني الحرار هو الذي يقود الحكومه، واش ما غاديش ترافع من اجل مقاطعه سيدي عثمان، خاصه مقاطعه سمعت يقولوا بان تضخم ميزانيه ضخمه في خزانه مدينه الدار البيضاء ولكن لا تستفيدوا بشيء؟ صحيح، المشكل اللي عندنا اننا نعتبر مركب تجاري ديال المغرب، مركب تجاري، سوق الفواكه، اللحوم، اسماك، التليج، وعندنا مرافق كبيره بالمحكمه التجاريه، وعندنا مرافق كبيره تاخذوا لازم. للاسف 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 حتى العماله اللي كاينه فهي ليست محسوبه على مقاطعه سي عثمان، وهي في ترابط ليست محسوبه على عماله مولاي رشيد، وهي عماله بن مسيك. حتى هي في واحد النوع ديال النقاش حول هذه المساله، لان اليوم حنا تلقاو ان النوع ديال الحقره كاينه في هذا المجال، بنيه تحتيه وتنتساو مع كل شيء، رغم ان عندنا هذه المشاكل، ماشي المداخيل، المشاكل اللي لها البنيه التحتيه اللي تدقدق وعدد ديال الامور. فاليوم في تنظر انه في المشهد الجاي هناك اراده لا عند العمال ولا عند كذا ولا حنا كمنظمة، اننا هاد الاسواق يخرجوا خارج مقاطعه سي عثمان، وهذيك راه تراب مقاطعه سي عثمان. علينا باش نخلوا الاجيال متنفسات كبيره، لانه سيدي عثمان لا المسؤولين الاقليميين ولا المسؤولين الامنيين ولا المنتخبين يعانون من هذه العمليه، لان هناك واحد المشكل كبير في هذا المجال اللي خصنا حنا نداركوه، واللي حنا تنقولوا ان اليوم خصنا نقولوا الحقيقه. الحقيقه هي تدخل، انا طبيعتي نقولها دائما، ولكن اليوم خصنا نقولوا اننا هذه المرافق خصها اولا تخرج خارج مدينه الدار البيضاء في اسواق كما دار في اوروبا، اسواق كبرى، وتخلي ذوك المتزهات للاجيال الجايه والاطفال والناس اللي ما عندهم لا مرافق لا والو. الهراوي راه ما كاين لا دار شباب لا نادي نسوي لا حديقه، لا راه اشكاليه خطيره. المهم الحمد لله نتمنى الله ان يعاونونا الناس المسؤولين كلهم والحكومه كذلك اللي مالها،
في اطار اننا ندبر معنا ملف ديال الهرويين. سي محمد الحدادي شكرا جزيلا على قبول الدعوه. متتبعي قناه الفاس بريس، الى اللقاء في حلقه جديده من برنامج كاسا سيتي.